مع اقتراب عيد الأضحى السعيد ينشط الكثير من تجار الأكباش بالمدن. هذه الأكباش التي تتنوع جودتها وكذا المناطق التي تنتمي إليها، وهناك نوعان من أنواع البيع في الأسواق، فنرى الكبش الذي يباع عن طريق المعاينة وآخر عن طريق الوزن، ويبقى الخيار للمواطن. داكشي اللي شريتيه هو داكشي اللي تلقاه، ما تلقاش مفاجآت غير صارة. هذا هو يعني ماشي بحال السوق، بحال السوق تقدر شويه تطيح في شي حاجه ما مزياناش. الكيلو ما كنشريش به انا نهائي، ومن عرفنا والدينا وعرفنا داكشي كنشريو كنجيبو يصبر معنا واحد يومين في الدار، وداكشي وهاديك الساعه كل كيدير مكتب ليه حاج. والله على سمعت انا في الشرع قال لك حرام تاخذ الحولي الكيلو، لكم الاحسن تقداه تشري بحالك بحال الناس، تمشي للسوق وتقداه عادي، تاو على راسك وتقضي الغرض. المهم هو انك تدي الاضحيه لتدير الله عز وجل. بالكيلو شنقول لك، هو كنظن هو ذاك حاله عادله بالنسبه للشاري وللبائع، ملي كتعبر الكيلو تبعد حتى كتعرف راسك ما كتقول راك ما مصيد ما والو، كتجي داك الشيء مزيان. ماشي بحال مثلا ماشي حريفي ولا اللي غيشري بزاف الاخوان ماشي حريفيه، ملي كتمشي تشري الا شريتي معينه ذاك البائع هو اللي كيكون عارف 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 زعما حول الوزن ديالو، عارف كل شيء. وللناس فيما يعشقون مذاهب. ومن الناحية الشرعية فمركز الإفتاء الإسلامي يقر بأنه لا مانع شرعا من شراء الأضحية عن طريق الوزن ودفع ثمنها حسب عدد الكيلوغرامات قبل ذبحها، ولا مانع أيضا من دفع أجرة الميزان. ويبقى عيد الأضحى عيدا دينيا لا يجب على المرء أن يدخل في أمور ومغالطات يمكن أن تفسد عليه فرحة العيد.